والأنهار الجارية. وفي هذا دلالة على أن الله تعالى يجازي عباده الصالحين التائبين بطيب العيش، كما في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: ولولا أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عباد الله، إن في الاستغفار دفعا للضرر والعذاب، وفيه أيضا طلب لجلب المنفعة، ولكن أي استغفار هذا الذي يحقق كل هذا الخير ويدفع كل هذا الضرر؟ إنه الاستغفار الذي يتضمن التوبة النصوح بشروطها المعروفة شرعا: الإقلاع عن الذنب مع الندم على ما مضى، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل. وإن كان الحق لآدمي زيد شرط رابع، وهو رد المظالم والحقوق لأصحابها. أما المصر على الذنب المستغفر بلسانه فهذا ليس بمستغفر، بل إنه استغفار يحتاج إلى استغفار. لذلك يرد الاستغفار في القرآن في آيات مقرونة بالتوبة، كما في قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، إن من ثمرات الاستغفار تفريج القربات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولقد ارشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سيد الاستغفار حيث قال: سيد الاستغفار ان تقول: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات، فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذا وخير ما نذكر به الكلام ونجعله مسك الكتاب. افضل الصلاه واسر السلام على بلاد الورى والشفيع الامام في الوقت العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا عينا الا سترته، ولا امرا الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا حاجه منك وعيش الدنيا والاخره انك فيها ايضا، ولنا فيها صلاح الا قضيتها لنا ويسرتها لنا بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. امير المؤمنين ملك السادس اللهم وفقه للخير وعيب عليه. اللهم ارني الحق حقا وارزقه اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واجزيه خير الجزاء على احياءه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. اللهم بارك له في ولي عهده امير الحسن، اللهم انبته نباتا حسنا، اللهم اجعل بلدنا امنا وسلما.
الاسئله بيد المسلمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وامن وعافنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن يماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال بهدينا. لقد كان بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الاستسقاء حويل الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل الخطبه ديال الاستسقاء كيحول الرداء ديالو اللي عنده استذهاب، ماشي جلابه ولا جاكيطه، اللي عنده استذهاب كيحول الشق الايمن للشكل الايسر، الشق الايسر للشكل الايمن. هذا من باب التفاؤل، هذا التحويل هذا على الله تعالى يحول حالنا من الجلب الى الغيث والرخاء، ومن الضيق والشده الى الفرج واليسر. فاني داعي فامنوا خاطر كيسكتوا قبلك يحول الرداء كيدري والمؤمنين كيدروهم جلوس جلوس هذا يحول. ندعوك وأنت الحي الكريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم عافنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى والجود والمغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، نحن أهل الضعف والمسكنة. أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا خير دار، عاجل غير آجل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحقا فرقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والجهد والجهد والضرب ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبتنا الزرع وأحيينا الضرع وأذرنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبتنا من بركات الأرض. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هم ولا غم. اللهم أغثنا غيثا مباركا يحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والذات. اللهم ارحم الشيوخ الردع والاطفال الردع والبهائم الردع. اللهم اسقط علينا النعم وادفع عنا المحن والفتن والنقم. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بذنوب ما فعله السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم اصلح قلوبنا بالايمان واليقين، اللهم اصلح ارضنا بالماء النافع، اللهم احي اشجارنا، اللهم احي ابارنا، اللهم احي عيوننا، اللهم اشفي انهارنا، اللهم فرح ضعفنا واشكر كسرنا، تول امرنا،
ولا تردنا خائبين يا رجاء السائلين ويا مجيب دعوة المضطرين. اللهم اصل عبادك وبنيتك ورشر رحمتك واهدي بلدك الميت. اللهم اصل عبادك وبنيتك ورشر رحمتك واهدي بلدك الميت. اللهم اصل عبادك وبنيتك ورشر رحمتك واهدي بلدك الميت. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلام ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يسقينا مطر الغيث. هذا اليوم الجمعة المبارك، صلينا صلاة الاستسقاء في المسجد القديم بمدينة زايو، ونسأل الله أن يرزقنا الصحة والعافية وأن يمطر علينا أمطار الرحمة، ونسأل الله أن يهدي الجميع وأن يرحمنا ويرحم أموات الجميع إن شاء الله. شكرا زيو سيتي. الحمد لله، اليوم صلينا صلاة الاستسقاء مزيان والناس مزيانين وجمعة إن شاء الله مباركة، ونطلب سيدي ربي يحفظ الأمة ديالنا ويحفظ الشعب ديالنا المغربي، ونطلب سيدي ربي يسقينا غيث نافع، نطلب سيدي ربي يسقينا غيث نافع، ونطلب سيدي ربي هذه الأمة إن شاء الله يحفظها صغيرا وكبيرا ويحفظ السلطات ديالنا اللي كيوقفوا معنا ويحفظ جميع أمة سيدنا محمد صغيرا وكبيرا، ويحفظ سيدنا الله ينصره الله ينصره الله ينصره على هذا على هذا هذا الشيء اللي دارنا في هذا ديال صلاة الاستسقاء، والحمد لله رب العالمين.